أخبار اليوم. كريم السبكي من بوابة أخبار اليوم، وبنقول لك ألف مبروك على منظار الراجل. بارك فيك، ربنا يكرمك. سنين عدد كبير من المجاميع، ناس متواصلة كثيرة وفي مكان واحد أو في لوكيشن واحد أو مرتبطة بإطار زمني واحد، ده مجهد بالنسبة لك؟ لا، هو مش مجهد، يعني مش في الآخر أنا ما بشوفش إن في حاجة مجهدة. إحنا يمكن المجهد هو التنفيذ، لو عندك مشاهد صعبة تنفيذيا إن هي دي بتبقى مجهدة شوية، لو المشاهد صعبة تنفيذيا. لكن لو أنت محضر ومذاكر وعارف السيناريو فيه إيه وعارف المشاهد فيه إيه وعارف إيه المطلوب، مش هيبقى مجهد. سيناريو لمحمد أمين راضي أكيد في حاجة مختلفة صعبة، أكيد مجهد بقى. بالظبط كده. كان إيه أصعب المشاهد اللي قدمتها؟ تقريبا كل الفيلم. يعني لا، في مشهد ولادة طبعا، ده كان مشهد صعبة جدا لأن كان فيه طفل صغير، فده كان عامل تنشن في اللوكيشن كله يعني. وفي مشاهد الأكشن الكبيرة اللي فيها مجهود وبتتطلب مجهود ووقت، وعنصر الوقت والزمن دايما، لأن أنت دايما بتحارب الوقت، عايز تخلص وعندك شوتس كتير عايز تلحق تصورها. المجهود العصبي والبدني للممثلين ما كانش سهل عليهم، هم كمان تعبوا قوي يعني. دي حقيقة طبعا، دي حقيقة. الأفلام الأفلام السبكي دايما بتواجه انتقاد، السبب الانتقاد النجاح، وأتمنى أن النجاح يستمر والنقد يستمر، ما فيش مشكلة. بس يعني من دار راجل فيلم، أعتقد يعني أعتقد أن اللي هيتفرج عليها هيعجبه الفيلم، أعتقد يعني. أهلا بك الأول وأهلا بأخبار اليوم. ملامح دوري نوعيه الاسئله دي ما بعرفش اجاوبها قوي يعني، ولكن هو بالمعنى البسيط يعني هو بلطجي، بس انا عامله بطريقه جديده شويه، في سنس اوف هيومر شويه، في خفه دم. وهو لما تشوف الفيلم باذن الله هو ليه علاقه كبيره جدا يعني برحيم اللي هو بطل الفيلم يعني، ونتابع الفيلم ان شاء الله وربنا سهل يعني. دور البلطجي خدته من ناحيه كوميديه، كان ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ الصعوبات اللي واجهتني فيه انه انا كنت ساعتها بصور مع اعمال تانية، فكان التحدي قدامي ان انا ما يبقاش في تماس ما بين شخصيه تانية. كان في شخصيه في رمضان اللي فات، شخصيه النطاط، ده كان شخصيه فتوه شعبي، فمن الوارد جدا ان يحصل تماس ما بين الشخصيتين يعني. كان مهم ان انا برضو ما اخسرش الراكور بتاع جسمي ما بين هنا وبين هنا. يمكن برضو كان بالنسبة لي كان في مشاهد جسدية صعبة شوية، أعتقد دي يعني بشكل ملخص هو ده. هو طول الوقت مرهق والله، على عكس ما ناس كتير قوي مقتنعه بالعكس، كتابه جماعيه مرهقه جدا واصعب من كتابه لفكره تحتمل بطل واحد يعني، لان في الاخر انت عايز تشبع الممثلين اللي هي كلهم، وعايز تغري الممثلين اللي هي كلهم بان ادوارهم تبقى سريه، فده متعب جدا يعني. في مشهد علاقه يعني تطور علاقه يعني حميده باسر ياسين، في اللحظه اللي هو اسر ياسين حميده بيقرر ان هو العلاقة بينهم تنتهي رغم ان هم اب وابن يعني، ده كانت مشهد قاسي جدا. ولا حاجة، انا مين قالك بتهاجم؟ بيهاجم براحته يعني، كله يعني ما الناس تدخل، الناس بتحب افلامي على فكرة، والناس بتحب تدخل افلامنا، لان احنا افلامنا من الشارع المصري، واحنا بنعبر عن الشارع المصري عن طريق افلامنا. بس هي اللي بيهاجموا دول قلة، ان بياخدوا العاطل في الباطل، بياخدوا كل الافلام يقول لك السبكي 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 السبكي، ماشي تمام، واللي يشكر وهي الدنيا ماشيه يعني. وانا من الشارع المصري، وانا اساسا للشارع المصري يعني، من ليل النهار او مكان واحد زي فيلم نص، كان كل احداثه ده احداثه، والليله الكبيره نفس الكلام، ليله واحده برضك وكده، ساعه ونص، والفرح وكباريه، كل الافلام دي. طيب الرؤيه دي نبع من ايه؟
انا بحب الافلام الجماعيه، وانا بحب الطريقه ديت، وانا بحب اشتغل في الافلام اللي فيها ناس كتير، ما بعتمدش على على ممثل واحد او نجم واحد كده. انا مش انا ده، يبقى عندي متعه في هذه الحكايه بصراحه. تمام. تحريك المجاميع وتحريك تحريك كروك كبير ده ما بيتواجه؟ لا 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 لا، زي الفل والدنيا حلوه، وانا بحب النوعيه دي، ويا ريت اعمل كل افلامي كده.